أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي، وقالت لي ما أجلس في البيت حتى تحلف لي يمين على المصحف بالطلاق، وحلفت لها على المصحف وقلت لها أنت طالق مرتين إذا أعدت سيرة المشكلة، وأنا ليس في نيتي الطلاق، وإنما نيتي لأجل ألا تخرج من البيت. وبعد مدة حصلت مخاصمة بيني وبينها، وقالت لي روح، وسبته سبا شديدا، ومع الزعل خرجت عن عقلي وقلت لها روحي، وسبها سبا شديدا، وأنا نيتي أزعلها، ما نيتي إتمام المشكلة؟ مسائل الطلاق ما يمكن الإجابة عليها الآن، فعلى السائل أنه يذهب إلى المحكمة الشرعية أو يكتب سؤاله ويرسله إلى رئاسة الإفتاء، رئاسة البحوث العلمية والإفتاء، ويذكر عنوانه ويأتيه الجواب إن شاء الله، أو يذهب هو بنفسه إلى الإفتاء في الطائف، ويكون إن شاء الله الخير لنا وله.